نروح لميرر البريطانيه، صحيفه ميرر البريطانيه اتكلمت زي ما ساره كانت لسه بتقول على انه نادي مانشستر سيتي مهتم جدا وبيقدم اغراءات كبيره جدا بهدف التعاقد مع ليو ميسي نجم برشلونه الاسباني، زي ما اعلنت او نشرت الصحيفه البريطانيه. في عدد كبير جدا من الانديه بتترقب موقف ميسي من برشلونه عشان تتعاقد معاه في حال قراره بالرحيل طبعا عن البارسا، ويمكن على راس الفرقه دي بيجي مانشستر سيتي الانجليزي. الصحيفه كمان اضافت انه ملاك سيتي مان سيتي مستعدين ان هم يقدموا كل الاغراءات الممكنه في سبيل اقناع النجم الارجنتيني عشان ينتقل لملعب الاتحاد، واشارت انه اداره المان سيتي بتنتظر اشاره واحده من نجم البارسا عشان تتحرك بشكل رسمي لضمه وتقطع الطريق بقى على كل الانديه اللي بتحاول الحصول على توقيع ميسي، ومنها انتر ميلان الايطالي وانتر ميامي الامريكي. الصحيفه كمان اختتمت موضوعها بانه مانشستر سيتي في التوقيت الحالي بيراهن على حاجه اداره برشلونه لاموال الصفقه عشان يقدر يجدد بيها او يبني بيها فريق البارسا الجديد بعد طبعا ما خرج الموسم ده، اعتقد يمكن الموسم الاول للبارسا من فتره طويله من 8 سنين يمكن يخرج من كل البطولات اللي شارك فيها بدون الحصول على لقب واحد. نروح لدوري الانجليزي، رابطه الدوري الانجليزي اللي اعلنت تتويج البلجيكي دي بروينا لاعب مانشستر سيتي بجائزه افضل لاعب في موسم 2019-2020. دي بروينا الحقيقه وصل الموسم ده لصناعه 20 تمريره حاسمه في البريمير ليج، وحقق افضل سجل شخصي ليه بعد ما تجاوز رقمه في موسم 2016-2017. وكمان اللاعب اللي عنده 29 سنه تفوق على رقم الالماني مسعود اوزال لاعب ارسنال الحالي اللي صنع 19 هدف في موسم 2015-2016 للدوري الانجليزي، وكمان قدر ان هو يعادل اللاعب البلجيكي الرقم القياسي المسجل باسم الفرنسي تيري هنري. هنري انت بتقولها اونغي بالفرنش؟ تيري هنري، اصلا انا مش عارفه اقول اونغي على الهواء يعني. اسطوره ارسنال كاكثر صانع للاهداف في موسم واحد للبريمير ليج بعد ما قدم 20 تمريره حاسمه موسم 2002-2003، والجانرز كانوا في المركز الثاني بعد مانشستر يونايتد. كمان دي بروين تفوق على الكسندر ارنولد وجوردن هندرسون وساديو ماني من ليفربول وداني انجز من ساوثهامبتون ونيك بوب من بيرنلي وجيمي فاردي من ليستر سيتي. النموذجي، احنا بنتكلم على لعيب الحقيقه نموذجي، نموذج اللاعب في خط الوسط، واعتقد انه بعد مرحله ميسي ورونالدو دي بروين من القادمين بقوه الحقيقه انه يكون واحد من افضل اللاعبين في العالم ان ما كانش افضلهم. في قلت لك اللي كابتنه في الفانتزي كسب السنه. نروح لنيمار الحقيقه اللي قدم مباراه رائعه مع وكان واحد من اهم اسباب فوز باريس سان جيرمان وتاهله قبل النهائي. نيمار نجم باريس سان جيرمان وتوماس مولر مهاجم بايرن ميونخ بيتنافسوا على جائزه افضل لاعب في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا. الحساب الرسمي لدوري الابطال نشر على صفحته على او على الحساب بتاعه على تويتر قائمه المرشحين للفوز بجائزه افضل لاعب في الدوري في دوري الابطال، وهم نيمار باريس سان جيرمان وتوماس مولر من بايرن ميونخ وموسى ديمبلي من اولمبيك ليون. والحقيقه يمكن الثلاث لعيبه دول ساهموا بشكل كبير جدا في تاهل فرقهم لنصف نهائي دوري ابطال اوروبا، ونيمار الحقيقه نجح بقوه الحقيقه ان هو يقود سان جيرمان عشان يحقق التعادل، وبعدين طبعا هدف الاقصاء لاتلانتا من دور ال 16 دور الثمانيه في دوري ابطال اوروبا. اوباميكانو كمان مدافع لايبزيج قدم مباراه حلوه وقدر يحافظ على دفاع فريقه قدام اتلتيكو مدريد. يا صحيح، بس الفريق النجم في دور الثمانيه اعتقد انه البايرن ميونخ طبعا مستوى طبعا. على تفتكر هو يعني اللي هياخد البطوله؟ ما احنا اتعلمنا بقى ما فيش حاجه اسمها تفتكر. خلاص، هو من المرشح، هو اقوى مرشح، لكن ما اعتقدش انه البطوله اتحسمت، البطوله لسه في الملعب. ليون قالوا ان هو هيطلع قدام اليوفي وقدر ان هو يطلع يقصي اليوفي بره البطوله، قالوا انه مش هيقدر يصمد امام المان سيتي وقدر ان هو يعني يطلع المان سيتي واحده من اقوى الفرق اللي كانت مرشحه للفوز بالبطوله، وبالتالي صعب جدا فكره التكهنات او فكره الحسابات. نروح لفاصل يا ساره ونرجع مره ثانيه للمشاهدي السادسه بعد الفاصل.